وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا على الهواء مباشرة من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ محمد العمامي. أستاذ محمد، الدور القطري في إشعال الصراعات المسلحة في العديد من الدول الأفريقية مثل ليبيا وتشاد وغيرها، أيضا زرع التنظيمات الإرهابية معروف ومفضوح، وليبيا مثال على ذلك عبر تمويل المال والسلاح لتشاد لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، كيف تفسر ذلك؟ صديقي العزيز، دعني أقول لك أن تدخل قطر بات واضحا من بعد قرار إرسال 2000 جندي لقتال الإرهابيين مع فرنسا. أنا أتكلم على حدود ليبيا الجنوبية. من ذلك الوقت تدخلت قطر من خلال الدعم المالي الذي كانت تبعثه إلى الإرهابيين في ليبيا، ومنها وصل إلى تشاد، ومنها جند لزعزعة الأمن في ليبيا أولا، ثم انقلبوا على الحكومة التشادية، وهذا ما جعل تشاد تسحب السفينة بعد أن تأكد لها أن من يقوم بهذه التخطيطات مقيم في الدوحة اسمه تيمان أرديني، إنه تشادي متطرف وأيضا مؤدج، وهو الذي يقوم بهذه الأمور الدوحة تحديدا. طيب الآن أستاذ محمد، يعني بعد الكشف عن الوجه الخفي للنظام القطري أمام الدول الأفريقية، باعتقادك هل ترى بأن عمليات التطرف والإرهاب المدعومة من قبل الدوحة في طريقها في هذه الدول في الانحسار والتقلص أيضا؟ يا سيدي الكريم، العنف لا يقابله إلا عنف. إن استمروا في هذا الأمر تأكد أن العنف سينتقل إليهم، لأنه لا أحد يقبل ما يحدث في كل هذه الدول التي امتدت إليها الإرهاب على رعاية وتنظيم وتمويل قطري. لا أعتقد أنهم سوف يكونون من مأمل من رد فعل من كل هؤلاء الذين تأذوا من تدخلها ومن رعايتها للإرهاب. أعتقد أنها في سبيلها للتوقف، أو أن الأمر سينفجر عندها، وعندئذ سيرون بأمهم ماذا فعلوا بأيديهم. إذا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ محمد العمامي، شكرا جزيلا لك.